السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير. والله أعتذر يا شباب على كل هذا التأخر، يعني تقريبا 4 أيام لم أدخل إلى اللعبة، بمجرد أن دخلت اليوم وجدت هذه الرسالة. أهلا بعودتك إلى الإفس موبايل، كما تلاحظون فقد حصلت على تعويض. لا أعلم هل هو بالنسبة لي لأنني لم أفتح اللعبة خلال هذه المدة، أم أنه تعويض حصل عليه الكل. كما تلاحظون 1250 جوهرة و800 من أرصدة التصريح النجم و300 خبرة. يا شباب خلونا نحصل على هذه الهدية ثم ننتقل لكي نرى ما الذي سوف نفعله في هذا الفيديو، لأنني يعني تقريبا 4 أيام لم أدخل اللعبة. والله لا أعلم الأحداث القادمة معنا في اللعبة وكذلك الجوائز التي حصلتم عليها، لأنني الآن سوف أستكشف معكم كل ما يتعلق في اللعبة، وكذلك سوف نلعب مباراة لكي نرى المستوى الخاص بنا، هل تحسن في اللعبة أم لا زلت ضعيفا فيها يا جماعة. خلونا أول شيء نحصل على مكافآت نهاية الموسم، لأنني لحد الساعة لم أحصل عليه شباب، يعني أعلم أن الجوائز يعني سيئة، لذلك ما علينا سوى الحصول عليها من أجل يعني الحصول على التعويض. ثم سوف نرى، يعني اعتقد انني سوف اتوجه للسوق وسوف اشتري حارس عشوائي، ثم سوف اقوم بتجربته لكم في مباراة يا اصدقاء على السريع. لا تنسوا يا شباب ان تكتبوا لي البطاقة التي ترغبون في تجربتها في الفيديو القادم، لانني الان سوف اقوم بوضع لكم يعني الفيديوهات بشكل دائم يا شباب. الان يعني قد وصلنا لمستوى 37 كما تلاحظون، سوف نضغط على استرداد المكافأة، يعني اعتقد انها 200 جوهرة في رفع المستوى يا اصدقاء، نقوم بالحصول عليها كما تلاحظون 200 جوهرة، وهذا هو التعويض الخاص بنا يا شباب. كما تلاحظون 1250 جوهرة، ولو انه تعويض بسيط يعني كان علي يا شباب الا افتح اللعبة لمدة اسبوع لكي ارى ما الذي سوف احصل عليه، ولكن الحمد لله يعني 4 ايام لم ادخل للعبة وحصلت على هذا التعويض، فشكرا يا اف سي موبايل. الان يا اصدقاء سوف نتوجه للماركت من اجل استلام اللاعب الذي اشتريناه. نعم يا اصدقاء سوف نقوم بتجربة بطاقة نوير باوفر 90 يا اصدقاء، وسوف نرى اداء هذه البطاقة في ارض الميدان يا جماعة. كما تلاحظون سوف نقوم بوضعها مع بطاقة روميرو لكي نرى المستوى الخاص بكلا اللاعبين. كما تلاحظون بطاقة نوير فهي يعني جيدة جدا، بطاقة سوف تكون اسطورية، لانني سبق لي وانا عملت لكم ريفيو على بطاقة نوير السابقة الذهبية. الان سوف نقوم بعمل ريفيو عن هذه البطاقة الخاصة بدوري ابطال اوروبا يا جماعة. الان اصدقاء سوف نتوجه مباشرة من اجل يعني الدخول لاول مباراة يا اصدقاء. اول مباراة سوف نرى المستوى الخاص بي، هل لازلت في المستوى الخاص بي يعني ضعيف، ام يعني اصبحت ضعيفا اكثر يا شباب. سوف نرى من هو الخصم الذي سوف وجه. اتمنى ان لا يكون الكمبيوتر يا جماعة. كما تلاحظون هذا الخصم يعني تقريبا اسمه سالو، لا اعلم من هو هذا الخصم، لكن سوف نعمل كل المجهود الخاص بنا من اجل الانتصار عليه يا جماعة. هذه التشكيلة الخاصة بالخصم يا شباب، يعمل لي تشكيلة كلها من دوري ابطال اوروبا يا جماعة، وهذه التشكيلة الخاصة بي يا اصدقاء. والله لم ادخل يعني الا الحارس نوير يا شباب، والله اسف، والله ما هذا الغباء الذي لدي يا شباب. كما تلاحظون يعني اعتقد انني وضعت الحارس نوير، ولكن عندما دخلت للمباراة لم اجده يا شباب، لكن يعني غالبا سوف اعمل لكم ريفيو في الفيديوهات القادمة. الان دعوني نرى هل المستوى الخاص بي جيد ام لا يا شباب. الكرة مع بيتيت، بيلينغهام الى اين؟ الى اوكوشا الى اين؟ الى هالاند. هذه البطاقة يعني هالاند سوف اجربها. تسديد والدفاع يا رباه. الكرة مع صاني، مرتدة مع الخصم، لا 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 تقل لي هدف، لا تقل لي شوفوا هالاند كيف يمر، هالاند مار، مستحيل يا هالاند، والدفاع لا لا والله يا شباب كيف يعقل يا شباب، والله بلعنا اول هدف يعني في اولى 10 دقائق يا شباب، والله حرام على اللعبة، لا اعلم كيف مر هالاند وكيف مرر وكيف سدد يا رب، والله حرام عليك يا لعبة. لكن كما تعلمون فانا يعني سوف اقوم بالحصول على التعادل الان بالتمريرة الطويلة يا جماعة. هالاند مار مستحيل يا هالاند يا رب، هدف التعادل في اسرع وقت يا جماعة. كما تلاحظون اعتقد ان اللمسة قد بقيت معي يا شباب، والله يعني هذا النوع من الاهداف لا انسى يا شباب، فاين يعني اعرف يعني طريقة تسجيل هذا الهدف بطريقة مضمونة يا جماعة. الحمد لله التعادل الان سوف نبحث عن هدف الانتصار يا جماعة. الكرة مع الخصم، ماذا تفعل يا خصم؟ روديجر يا جماعة، بيلينغهام هذا بيلينغهام رهيب، يعني بالنسبة لي فبيلينغهام افضل من هالاند يا شباب، شوفوا هالاند مار بطيء جدا يا هالاند، لكن في الالتحامات اعتقد ان هالاند جيد جدا يا شباب. المرتدة مجددا مع الخصم رافا الى هالاند، هذا الهالاند الخاص بالخصم جيد يا جماعة، لاحظوا هالاند لا يفقد الكرة، جريليتش الى هالاند الى اوكوشا، راح معك هالاند التيكي تاكا، فرنانديز الى بيلينغهام الى اوكوشا، مستحيل الهدف الثاني بطريقة مخدومة يا جماعة وعن طريق التيكي تاكا، يا رب عليك يا اوكوشا. التمريرات القصيرة من بين افضل الاهداف التي احبها يا جماعة، تترك مساحات شاسعة في دفاعات الخصوم، والارتو من اوكوشا يا جماعة
مستحيل يا رب. أعتقد أنني لم أنسى المستوى الخاص بي، فأنا لازلت كما أنا في اللعبة يا شباب. الكرة مع كان إلى أين؟ إلى لا أعلم. هذا اللاعب ما هو اسمه؟ نونو مينديز. نونو مينديز، ماذا ستفعل يا خصم؟ هل ستحصل على التعادل؟ وريكاردو كارفايو، هذا من بين أفضل المدافعين الذين جربتهم في اللعبة. هالاند مار، هالاند، مستحيل يا أليكس، يتصدى للتسديدة هالاند يا جماعة. العرضية من وين؟ أوكوشا، والتسديد بعيد جدا يا جماعة. كما تلاحظون الآن الخصم قد انسحب من المباراة. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد أعجبكم يا شباب. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو. لا تنسوا كتابة لي في التعليقات هل ترغبون في أن أجرب لكم بطاقة نويا في الفيديو القادم أو أي بطاقة تطلبونها مني يا شباب. وشكرا لكم على المشاهدة.